الشبكات، وان شاء الله النهارده هنشرح المحاضره الثالثه كوميونتي اللي بعنوان الورك بليس فايلنس. يعني ايه ورك بليس فايلنس؟ يعني ده شخص اثناء تاديته لعمله تم الاعتداء عليه، سواء كان بالضرب او بالكلام او يعني بالاساءه اليه. تمام. هنا بيقول ريت اوف الورك، هو اولا ناخد التعريف الاول. الورك بليس فايلنس ديفايند از اني بيهافير، هو اي تصرف اللي بيتم الوركر ووز ابيوز، الشخص اللي بيعمل في المكان ده سواء كان تمت الاساءه اليه او تهديده او تخويفه او الاعتداء عليه بقى بالضرب، ان الوركينج بليس المكان اللي هو بيشتغل فيه. rate of workplace violence by occupation بالاحصائيات 75% سنويا من الworkplace violence اللي بيحصل بيتم في الهيلث كير، اماكن الرعايه الصحيه، المستشفيات بقى او الوحدات الصحيه او اماكن تقديم الرعايه الصحيه، سواء كان للتمريض او الاطباء. types of violence انواعه ايه؟ انواعه physical violence او psychological violence. من اسمها كده، يعني ايه physical violence؟ physical violence يعني الاعتداء اللي بيتم على شخص ده بالضرب، يعني انا بقى همد ايدي عليه اهو، physical يعني همد ايدي عليه هضربه كده. يعني psychological بقى بالكلام، انا اذيته نفسيا فكلامي ده اثر عليه فاذانه نفسيا. تمام. شتيمه بقى، زعيق، اسلوب غير لائق، ده psychological. physical بالضرب. physical violence اول حاجه defined as any force attack، اي اجراء انا هاخده تجاه الشخص اللي قدامي ده، سواء كان ان انا هضربه هيتنج اهي، بوشينج بزقه، سلابينج هضربه بالقلم زي هنا، او شوتينج زي هضربه بالرصاص، او كيكينج او ستابينج، ستابينج دي هطعنه بالسكينه، او بينشينج هقرصه، او بيتينج هعضه. تمام. تمام. بالمناسبه هنا ستابينج زي حارس جراح سوهاج اللي طعنه مرافق مريض في اسفل ظهره. تمام. نيجي بقى على السايكولوجيكال فايلنس. وبالمناسبه يعني انواع الفايلنس دي ممكن تكون من شخص مثلا، يعني مثلا في المستشفى من المريض او من مرافق المريض للطبيب او التمريض، او ما بيت يعني ما بين الاطباء وبعضهم او التمريض وبعضهم، يعني مش شرط ان هو يكون من الشخص الخارجي بس، لا ممكن يكون الصف العمل نفسه ما بينهم وما بين بعض بيحصل فايلنس. تمام. psychological violence is defined as intentional use of power، هو قصد، يعني ده دي حاجه معموله عن قصد، against another person تجاه شخص اخر او مجموعه من الاشخاص، هيؤدي الى ضرر للشخص ده mentally او هيأذيه هيجرحه، او moral او social development including verbal abuse اساءه لفظيه، انا بقول الفاظ خارقه او بقول كلام مش كويس او بعلي صوتي عليه او بكلمه باسلوب غير لائق، او bullying تنمر اهو، يعني مثلا اهو دول الستاف عمل مع بعض حابه متجمعين مع بعض ونابزين مثلا الشخص ده، فده نوع من التنمر. او sexual and racial harassment، هنا sexual harassment وهنا racial. racial دي بسبب عرقيا، اهي الناس البيض مثلا اهي متجمعين بيكلموا بعض ونابزين الشخص ده، بصرف النظر مفيش فرق ما بين شخص ابيض او اصفر، مفيش فرق ما بيننا كلنا واحد. تمام. الverbal violence، verbal violence اللي هي عن طريق الكلام، سواء كان باستخدام الفاظ غير لائقه او باستخدام اسلوب كلام مش كويس او بالصوت العالي، كل الحاجات دي كلها verbal violence. verbal violence هي any verbal expression that causes psychological harm، هتؤدي الى ضرر على الشخص ده نفسي to others. دايما الverbal violence ده بيكون بالاخص تجاه التمريض. ليه؟ في ناس بتقعد تقول التمريض اقل من الاطباء وبيتعاملوا معاهم غير ما بيتعاملوا مع الطبيب، وده مش صح، لان احنا الطبيب والتمريض هما الاثنين بيكملوا وظيفه بعض، لا ده ينفع لوحده ولا ده ينفع لوحده، الاثنين بيكملوا وظيفه بعض، لا الطبيب احسن من التمريض ولا العكس، الاثنين بيكملوا وظيفه بعض، مفيش سبيل للمقارنه ما بينهم اصلا، ولا ان احنا نعمل التمريض اقل. يعني مثلا في بعض المستشفيات او اماكن الرعايه الصحيه بيجي مثلا المريض جاي، فتيجي مثلا التمريض تقول له حضرتك بتشتكي من ايه او كده، يقول لا انا عايز اكلم الدكتور، فهو كده بيقلل من الشخص ده وبيسبب له ضرر نفسي. verbal violence. تمام. against the nurses become a part of their daily work، هو يوميا بيتعرضوا لده. and all nurses trying to avoid to be a part in the violence، يعني مثلا في مستشفى دلوقتي في خناقه دلوقتي واهل المريض ماسكين في الدكتور، فهي مثلا الممرضه شافت كده من بعيد، لا هي ما تتدخلش، لان هم يعني هم بهدلوا الطبيب، يعني مش هيبهدلوا التمريض، لا هيبهدلوها هي كمان، فهي تتجنب ان هي تدخل في المشاكل اللي زي دي علشان تحافظ على نفسها، بصرف النظر ان برده الطبيب مش احسن من التمريض في اي حاجه، انا باكد على المعلومه دي تاني، بس هي ناس بتفكر كده للاسف. يعني bullying مش الناس كلها، يعني البعض من الناس. bullying violence اللي هو نتيجه للتنمر، هو repeated حاجه بتتعمل اكتر من مره، اهو هم كلهم متجمعين مع بعض بيكلموا بعض ونابزين الشخص ده. and over time offensive behavior، هو تصرف عدائي او في ضرر للشخص الاخر، سروف vindictive ان انا بسبب اي ضرر او جرح للشخص التاني ده. تمام. and either a group of employees، اهو بذل لشخص معين او مجموعه من الموظفين. sexual harassment هو عباره عن any unwanted behavior، هو تصرف يعني الشخص ده بيرفضه. تمام. of an sexual nature that is offensive to the person، هو في عداء لشخص اللي بيتم الاعتداء عليه. and causes the person to be threatened، بيؤدي الى ان الشخص ده بيحس ان هو مهدد او معرض للخطر. تمام. racial harassment اهي اللي هو ان انا ببدا يعني اذي الناس دي بسبب اختلافهم عرقيا، ان الناس يعني هنا مثلا نابزين الشخص ده بصرف النظر ان مفيش فرق ما بيننا بيض او سود، احنا كلنا واحد.
racial harassment is described as any threatening, اي تهديد conduct that is based on race, متوقف على العرق, اللون مثلا العرب والغرب, اللون اللانجوج طريقه الكلام, اللغه الناشونال اوريجن الريليجن الدين which, تمام which affects the dignity of workers at work, بتاثر على كفاءه الموظفين وشعورهم بالارتياح اثناء العمل ده, فده بيؤدي الى تقليل كفاءتهم في العمل, هي ناس حاسه بالطغوط. تمام نرجع تاني عليهم مراجعه سريعه كده تاني, انا بقول ايه وبقول ورك بليس فايلنس, يعني ايه ورك بليس فايلنس؟ يعني العنصر اللي بيتعرض ليه الناس اللي بتقوم في العمل ده, سواء بيتعرضوا منه من زمايلهم في الشغل او من الناس اللي خارج الشغل ده, هي هو اي تصرف بيؤدي الى الاساءه وتهديد ليهم, بيتقسم ليه فيزيكال وسايكولوجيكال. فيزيكال ان هو هيبدا يتضرب, هيبدا يعني فيزيكال هيتضرب يعني, او اي حاجه هيكون فيها تدخل على الشخص يعني هيتضرب هيتطعن كده يعني. السايكولوجيكال هيكون فيربال مثلا اهي, هادي الى ضرر نفسي على الشخص ده سواء بسبب سيكشوال هارشمنت او ريشال هارشمنت او بولينج. تمام الفيربال قلنا ان النيرسز هي اكتر عرضه ليه, وبتتجنب ان هي تحشر يعني تدخل نفسها في الفايلنس انسيدنت. البولينج بسبب التنمر او ان احنا بنؤذر ان احنا يعني نعمل بعض التصرفات اللي بتتكرر كتير تجاه شخص معين فادي الى ضرر نفسي عليه. السيكشوال هي تصرفات unwanted behavior تجاه شخص معين بيحس بان هو threatened وhumiliated. الراشل هارسمنت بسبب الكالر او الريليجن او اللانجوج او ناشونال اوريجن. تمام وبتؤدي الى تاثيرهم على كفاءتهم في الشغل. امباكت اوف الورك بليس فايلنس تاثير ده على عليهم, اول حاجه هو شخص دلوقتي بيتعرض للتنمر بيتعرض للاعتداء سواء كان لفظي او كان يعني جسديا, هيكون شعوره ايه؟ هيحس ان هو مش عايز يروح الشغل ده اللي بيتاذي فيه, هيحس ان هو الشغل ده مش بحاسس ان هو بتقدير فيه, فهيكره الشغل ده, مش هيكون راضي عنه, مش هيكون عايز يروحه, مش هيأديه بشكل فيه كفاءه, مش هيبقى عايز يعني يستمر فيه. فده هيؤدي الى ان هو اولا تركيزه مشتت نتيجه ان هو سمع صوت عالي فيحس ان في مشكله يحصل دلوقتي, ده ايه ده ممكن تكون الحاله اللي انا بتابعها ده كذا, فهيؤدي الى اخطاء في شغله, هيكون فكره مشتت, هيكون غير راضي عن شغله, مش هيبقى عايز يروح. اول حاجه معانا انكريز الاسترس, دلوقتي التوتر هو اساسا اوريدي هو في شغل وفي حاجه ليها علاقه بارواح الناس فهو كده كده ستريس ده اصلا, فده هيؤدي ايه انكريز الاسترس ريليتد اوتكمز, الحاجات اللي هتنتج عنها. هو دلوقتي مثلا الساعه 10 الصبح هو كان طبيب في نبطشيته وحصلت مشكله واتخانق مع الريليتيفز بتاعه المريض, فحصل مشكله هتاثر عليه بقى بقيه اليوم. تمام انجليز الستريس ريليتد اوتكمز النتائج اللي حصل ده. سايكولوجيكال ديستريس نفسيا اسوشيتد ويز ديكريز اورجانيزيشنال سكيلز, مش هيكون قادر ان هو يقوم بوظائف يعني بشغله بشكل صحيح. انجليز الايرورز الاخطاء هتزيد. ديكريز الجوب ساتسفاكشن, مش هيكون راضي عن الوظيفه اللي هو اللي هي بتسبب له اذى دي. ماي انتشلي افويد بيشنت, هيتجنب ان هو يتكلم مع المريض او ان هو يكون له علاقه بيه, المفروض ان بيتبني علاقه فريندلي مع المريض علشان خاطر المريض يطمن للطبيب ده ويبدا يحكي له, لكن لما احس ان انا ممكن اتاذي من الشخص ده انا مش هكون عايز اتكلم معاه, او هحس ان انا لو بقيت فريندلي معاه هياخد عليا فمش هيكون في حدود ما بيني وما بينه فهيأذيني. تمام financial burden دي خسارة مادية للدولة والاقتصاد. ليه؟ لان دلوقتي انا شخص مثلا بشتغل في المستشفى فباخد مرتب على وظيفة المفروض ان انا بقوم بيها, انا دلوقتي مش قادر ادي الوظيفة دي صح وبعمل اخطاء فيها, فانا دلوقتي كده بقيت عبء على الدولة وبقيت يعني كأن يعني يعني بسبب ضرر ليها مش بادي وظيفتي صح. management of the workplace violence, انا ازاي اقدر اتحكم في حاجه زي دي؟ اول حاجه دلوقتي المكان اللي انا بشتغل فيه اللي هي الاورجانيزيشن دي سواء كانت وحده صحيه او مستشفى المفروض تضمن لي حقوقي, المفروض تحافظ على حقوقي, المفروض يكون في سياسه لحفظ حقوق الاطباء دول, وكمان لو حصل لهم اذى يكون في مثلا تعويض مادي, الشخص ده هيتحبس, يكون في رد عليهم, يكون في اكشن هيتاخد تجاههم. زي اورجانيزيشن شوت هاف او لايس ان بليس, لازم يكون في سياسه للمكان بتضع حدود وقوانين تحمي حقوق الاطباء والتمريض. ذات كليرلي ديسكرايبس, اللي هتوضح بشكل واضح نوت اونلي ان اكسبتبل اكشن, مش بس ان حضرتك هتكلمني بطريقه مش كويسه هتعلي صوتك عليا هتعتدي عليا, لا كمان النتائج اللي هتحصل النتيجه للحاجات دي تبدا تتحكم فيها. يعني مثلا هو دلوقتي ده طبيب تم الاعتداء عليه, انا ابدا افحصه سواء كان خارجيا او داخليا. يعني ايه داخليا؟ يعني مثلا لو هو اتضرب فانا اشوف في نزيف داخلي الضغط مظبوط كده, يعني الحاجات دي كلها. انا هبقى ابعت ان شاء الله فيديو على الجروب هيفيدكم باذن الله. تو اند ابيوسيف بيهافير, عشان اوقف التصرفات اللي فيها اساءه للطبيب او التمريض. ذيس برايسز ماست بي كوميونيكيتد لاود, لازم يكون في تواصل ما بينهم وبين بعض اند كليرلي بشكل واضح. تاني حاجه اختلاف اوجه النظر لا يفسد الود قضيه. يعني ايه؟ يعني حضرتك مش عاجبك الطبيب اللي بيعالج ده روح شوف غيره, لكن ما تمدش ايدك عليه, ما تعليش صوتك عليه, ما تتكلمش على طريقه غير لائقه, لازم نتعامل باحترام مع بعض. لازم تكون حضرتك عندك يعني لازم تكون اوبن مايندد, يعني مش اللي هي يعني تكون شخص يعني عقلك واعي. and respectful communication must be encouraged, لازم ان يكون عندنا استيعاب للامور ويكون عندنا تعامل باحترام مع بعض. reporting anti response protocol ازاي؟ يعني انا دلوقتي طبيب جراح سوهاج ده طعن بسكينه في ظهره, طيب
احنا بقى نبدا نبلغ، مش بس ان احنا نبلغ، لا كمان يكون في رد فعل على اللي بيحصل، الشخص ده يتقبض عليه، يغرم غرامه ماليه، المهم ان يكون في رد فعل. تمام، نكمل. نيجي بقى على الفيربال اند نون فيربال بريفيشن استراتيجي. دلوقتي انا بتعامل مع مريض، انا ازاي احمي نفسي من ان الشخص ده يعتدي عليا، سواء كان لفظيا او ان هو اجريسيف يعتدي عليا. ازاي؟ بطريقتين، اتنين، فيربال ونون فيربال. فيربال ازاي؟ انا دلوقتي شايف الشخص اللي قدامي ده متعصب، علي صوتي وزعق قصاده هيتعصب اكتر. طيب انا اتكلم بصوت واطي واتكلم بثقه، انا لو اتكلمت وانا حاسس ان انا مهزوزه او خايفه من الصوت العالي اللي الشخص ده بيتكلم فيه، يعني هيطلع زهقه فيا، يعني هيسهتر فيا ويطلع زهقه فيا. تاني حاجه النون فيربال، انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اقرب من الشخص ده، انا بكلمه بس ما اكونش واقفه لا قدامه ولا وراه، اكون واقفه يا على يمينه يا على شماله. يعني ايه؟ يعني في ناحيه كاني واخده جنب كده منه، لكن مش واقفه في وشه كده، يعني كاني واخده يعني مجنبه نفسي واخده جنب كده منه. تمام، نيفر بلوك دور واي، ما اقفلش الباب، كيب ات ليست وان ارم لينث اواي، اسيب ما بيني وبينه تقريبا مسافه ذراع، ولو هو بقى متعصب وشكله عايز يضرب حد لا اسيب بتو ارم. تمام، بعد كده 5 بريفنشن استراتيجيز، خمس حاجات انا اقدر احمي بيهم نفسي. اول حاجه معانا education and training program، انا ابدا اعلم الناس دي. يعني مفيش حاجه اسمها اللي ضربك اضربه، اللي ضربه هيضربه. انت ممكن تقول للمدرس لما يكون في حد كبير واقف انت تقول له، لكن ما تمدش ايدك على زميلك ده والمدرس واقف. تمام، ادكيشن اند تريننج بروجرام، لازم انا اعلمك، لازم لما تختلف مع حد ما تمدش ايدك عليه، لازم نحترم بعض، لازم واحنا حتى مختلفين مع بعض نكون محترمين بعض. تاني حاجه ستاف سبورت اند ويل بينج، ازاي؟ يعني انا دلوقتي لقيت ان المريض اهله مستائين من حاجه معينه او متضايقين او كده، او رايحين يكلموا طبيب، الطبيب ده يكون واقف معاه التمريض، الستاف بتاعه يكون واقف مع التمريض، يكون واقف معاه طبيب زميله. تمام، لكن ما يكونش واقف لوحده، لان لما هيكون واقف لوحده هيسهتروا فيه مثلا، ولو هما ناويين يضربوه هيضربوه، لكن لو هو واقف ومعاه التمريض ومعاه اطباء تانيين زمايله هيكون في تردد شويه في القرار ده. تمام، فميلورايزنج وذ ريليفنت لوز اند ريجوليشن، لازم يكون في تنظيم للمواضيع دي بقوانين والموضوع يكون متنظم، ما تبقاش كده يعني عادي الدكتور يتضرب وعادي الموضوع يعدي عادي، لا لازم يكون في قوانين، لازم يكون في عقاب، لازم يكون في رد فعل. بعدها ريبورتنج اند ريسبونس بروتوكول، حضرتك دلوقتي حصل حادثه او حاجه في مستشفى، اعتداء على طبيب او كده، لازم حضرتك تبلغ ولازم يكون في رد فعل، مش بلغنا فرحتي بلغنا طب وبعدين، لازم يكون في رد فعل. بعدها امبروفد فاسيلتي ديزاينز اند سكيورتي ميجرز، يعني ايه؟ يعني انا الديزاين او تصميم المستشفى نفسها او المكان نفسه يكون فيه زي يعني اجراءات فيها امن للموظف اللي بيشتغل ده. يعني مثلا في بنك مثلا مش بيكون في حاجه كده زي شباك ازاز احنا بنقف عليه ونتكلم منه، اهو شباك الازاز ده معمول عشان خاطر حضرتك ما تعتديش على الموظف اللي هو ده واختلفتوا مع بعض، ده يكون معمول زيه في المستشفيات بالظبط خصوصا في الاستقبال. تمام، ان سكيورتي ميجرز، يكون في سكيورتي في المكان. بعدها بقى هنا عندنا امثله على حاجات، ايه هو الثريت وايه هو الليمت سيتنج؟ الليمت سيتنج ده كاني بحط حدود للتعامل مع الشخص الاخر، الثريت كاني بهدده، انا خلاص انا مش لسه هحط حدود، حضرتك كسرت الحدود دي فانا ههددك. طيب الثريت واللايف سيت والليمت سيتنج ده زي حاجتين اتنين، زي الامر والطلب. يعني انا بقول مثلا شخص هات لي ميه، انا هنا بامره او بقول له بعد اذنك هات لي ميه، بعد اذنك هنا انا بطلب منه، الصيغه فيها تودد. تمام، لو فيها تودد هتبقى ليمت سيتنج، لو فيها امر الاسلوب حاد هتبقى ثريت. ناخد هنا الامثله، اف يو كي واشنج ذا كول بوتون، يعني مثلا في غرفه المريض بيكون في زي زرار كده بيتك عليه عشان لو احتاج التبريد او احتاج اي حاجه، فبقول له لو حضرتك ما بطرتش تتك على الزرار ده انا مش هساعدك. تمام، وهنا ما بيقولش حضرتك، حتى ما بيتكلمش بصيغه ادب، لا هنا في ثريد، في تهديد. وات تايب ذا تايب اوف بيهافير وانت بي توليريتد، انا مش هسمح ان التصرف ده يعدي كده بالساهل. تمام، ده برده في تهديد. طيب نيجي بقى للي بعده، اي نو يو نيد هيلب، انا عارفه ان حضرتك محتاج مساعده، بات بليز دونت رينج يور كول لايك ذات، ما تفضلش حاطط ايدك على الزرار وما تشيلوش، يعني اديني وقت اجي لحضرتك الروم. تمام، ده بقى ليمت سيتنج، في تودد، لان انا بقول له اي نيد، اي نو يو نيد هيلب، وبقول له بليز، الاثنين فيهم تودد. اللي بعدها وود يو بليز ستوب يلينج اند سكريمينج ات مي، بطل حضرتك ان انت تزعق لي كده، ام تراينج تو هيلب يو، انا بحاول اساعدك، انا هنا علشان اساعدك. تمام، برده صياغه فيها تودد، في بليز. بعدها بقى اف يو دونت ستوب ام جوينج تو كول سكيورتي، لو حضرتك ما بطلتش اللي انت بتعمله ده انا هتصل بالبوليس، انا هتصل بالامن. تمام، هنا برده ثريت. بس كده، ويا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده المحاضره الدكتور قالت ان هي تجيب كيس وانت تقول ان هي فيزيكال او سايكولوجيكال، طبعا قلنا فيزيكال هي اي حاجه بتتعمل بايد، هيتنج بقى، ستابنج، الحاجات دي كلها. سايكولوجيكال بيكون اذى نفسي، واللي هو انواعه بقى ريشيال، وطبعا انواع مهمه هي ريشيال او سيكشوال هارشمنت او بالينج او فيربال فايلنس. وناخد بالنا ان فيربال فايلنس اهم حاجه ان النيرسز هي اكتر عرضه ليها، وممكن ان الدكتور تقول ديفاين واحده منهم، يعني هتقول التايبس بتاع سايكولوجيكال فايلنس وتعرف واحده منهم وتكسبلين واحده منهم ازاي. يعني دلوقتي بقول قول لي التايبس بتاع سايكولوجيكال فايلنس، هتقول لي حضرتك فيربال فايلنس، بولينج، سيكشوال اند ريشال هارسمنت. طيب ديفاين واحده منهم، اهي مثلا فيربال فايلنس اني فيربال اكسبريشن ذات كوز سايكولوجيكال هارم تو اذرز، ووضحها لي، يعني اهي تحت فيربال فايلنس اجنس نيرسز كذا كذا. تمام،
تمام. وممكن الدكتور تجيب اي تعريف من دول، اي تعريف من دول او ده او ده، وتقول قول هو انهي. بالنسبه للريشيال هي اي حاجه عنصريه بفرق بينه بسبب اللون، الدين، الشكل، الحاجات دي كلها. تمام. وهيوميليتد يعني ان انا بذل الشخص، ناخد بالنا من الكلمه دي. والامباكت اوف الورك بليس فايلنس دي مهمه، الدكتور قالت عليها مهمه. واي تعريف قلنا ممكن يجي. تمام. وبالنسبه للنون فيربال هي عباره عن بادي لانجوج احنا. تمام. بالنسبه لهنا الاستراتيجيز دي ممكن تقول الدكتور تجيب تقول لنا انيوميريت الفايف استراتيجيز او استراتيجي منهم. تمام. بس كده وهي مهمه. ويا رب اكون فدتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.